في خضم التقارير التي تتحدث عن ارتفاع نسبة الفقر في العراق، تخطر في الأذهان أحوال النازحين، حيث تكون وطأة الفقر عليهم أشد. وفي مخيم الكيلو 18 في محافظة الأنبار، ثمة صور مأساوية عن يوميات المهجرين. أنا صار لي 7 سنين مهجر، وشفنا الويل، مطر، حر، عرق. من الستين على السياحية، ومن السياحية جابونا جاي وتعبانين، والبيت حرقوا والمحلات انهبوهين، وما ضل عندنا غير رحمة الله. والله غير رحمة الله، هاي هي، ماكو غير رحمة الله. واحنا عندي هالتامة وما عندي، وانا وهالشايب شفتونا شنو. أقسم في النزوح والتهجير أنه لم يرحم شيبة كبار السن المتعففين عن السؤال، رغم حالتهم الرثة التي تكشف عن العوز والفاقة. والله إحنا هسه شياب كبار، والله يعني حرام يعني هالشكل، يعني بهالعمر هذا يعني ضالين بالكرفانات وعفية بالبيوت، الناس فجروها وناس خلوها، يعني على كل داعمة. صارنا 7 سنوات ها ندافع ونناطح بقرون طين ها، وكل ما تيجي سنه نقول السنه تيجي ان شاء الله افضل من السنه اللي راحت. لا، السنه اللي راحت افضل من السنه اليوم، هاي السنه. ويظل الحلم الذي يشد تفكير النازح هنا هو العوده الى منطقته وداره، حتى ولو كانت خرابا. وبيتنا وشوفه يعني تقول والله، وما حضرنا على كل شيء، ورحمة الله يا وليد، ماكو غير رحمة الله.